انت حرفيا هنا ملك العالم ده كله. تبروها ايه؟ يا ليل بقى يا ليل، لا بقى المره دي بقى خد، مش هسيبك مش هسيبك. ايه ده؟ فين الماتور بتاعك؟ اوه وقع على الارض. لا 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 لا، هيعمل جيش. ولكن يا لهوي، الله ده صغنطوط قوي. بتشبهها الصفحه دي ولا لا؟ سمعهم سمعهم الصوت. ايوه كده. اخبركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد، وحلقه دي النهارده في لعبه ذا لونج درايف. في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب قلبك كتير. الحلقه اللي فاتت ظبطنا المقطوره بتاعتنا الجميله، وظبطنا العربيه اللاده بتاعتنا وروقنا عليها، و العب على الطفحيط يا كبير، هو ده المطلوب اثباته. في منكم الحلقه اللي فاتت قال يا عم بيدو حط التربو، بالفعل حطيناه زي ما انتم شايفين، الدخان ورا ربنا يستر. الريد بتاع العربيه مش مستحمل، كل شويه يسخن. بصوا درجه حراره الماتور عاليه جدا. في ايه في ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض، احنا الحلقه اللي فاتت وصلنا 7000 لايك و800 بالظبط وانا بصور الحلقه دي، ممكن دلوقتي نكون 8000 لايك. فحبيت اشكركم والله، انتوا ابطال، تسلموا بجد. عارفين اللايكات دي بتحمسني بطريقه رهيبه جدا. اللي هو ده ايه ده؟ العربيه فصلت ليه؟ في ايه؟ والله تحس العربيه فعلا مخنوقه، التربو ده شكله كبير عليها وكده. اوه ده احنا عدينا مبنى ورا، ولكن انا منمر على مبنى المايه اللي هنا بصراحه، اتمنى يكون هو اللي حجمه كبير. ان انا قرات في الويكي، لا 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 العربيه فيها مشكله يا جدعان، والتفحيط على الهادي. يا سلام عليك يا عم ميدو يا جامد. طبعا دلوقتي انا فهمت في ايه بالظبط. ده التبريد ده مش قادر، والله مش قادر. يا نهار ابيض ده حرق بتاعك كتير. خلاص خليك هنا دلوقتي، اتحط هنا. ايوه كده. ايه ده راح فين ده؟ ها التربو راح فين؟ ايه يا عم اللي جابك هنا يا عم؟ لا 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 تعالى تعالى، في حد فيكم قال لي حطه على الشكمان ممكن يشتغل؟ طبعا احنا حاولنا قبل كده نحطه على الشكمان، ولكن خلونا نجرب كده تجربه اخيره يمكن يتحط. هو كده المفروض محطوط على الشكمان، بس انا شايف ان هو مش شغال، ولكن سيبه كشكل كده وخلاص. وانا حاسس برضو ان التربو الصغير ده برضو يعني تعبان والله، مش نافع التربو الصغير ده مع البتاع. والتربو اللي معانا اصلا حجمه كبير جدا، احنا عايزين نحاول نشوف تربو اصغر منه بكتير. صحيح تسلموا على ال 8000 لايك، انتوا ابطال والله العظيم. التعليقات يا جماعه تحفيزيه ورهيبه جدا، وفي حاجات كتير قوي جت. ثواني بس عشان ندي هنا تفحيطه حلوه لعينكم، ودي احلى تفحيطه لعين المتابعين. ايوه بالمقطوره يا باشا، بالمقطوره يا كبير. يلا بقى لفه ثانيه. مشكله اللاده ان هي ما بتفحطش زي العربيه الشاص ابدا، انا لو لقيت العربيه الشاص هاخدها تاني. اتحمست يا جدع، انتوا بتحمسوني كده. التعليقات التحفيزيه واللايكات والكلام ده كله رهيبه. وصلوا يا جماعه المقطع ده 10000 لايك. انتوا تعرفوا اصلا ايه اللي بيخليني احبط؟ قله اللايكات. بنبقى مثلا جايبين 40000 مشاهده وما فيش الا 3000 او 4000 او 5000 لايك. ليه؟ انزل حط لايك، حط لايك دلوقتي واشترك في القناه. تسلموا بجد يا رجاله والله العظيم على الدعم الرهيب، تسلموا بجد 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 حبايبي واخوات والله العظيم. التربو ده خانق العربيه، تخيل العربيه نازله نازله ماشيه الا على ال 100. وات؟ معقول يكون ده سبب كده؟ طب استنوا 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 استنوا، خليني اقفل كده، انزل من العربيه، افتح الغطا، شيل التربو ده، وضح كده، شيل التربو ده، خلينا نحطه فين؟ ورا؟ لا 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 لا، تعالى تعالى تعالى، اتحط انت هنا، ايوه اتحط كده في القرطاس ده كده، خليك محطوط، ويا رب تقع، عشان لو انت السبب ده انا هزعل منك. فين التربو بتاعنا؟ تعالى يا كبير، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. معقوله تكون الحريقه والدنيا دي كلها بسبب التربو الصغير؟ يعني مثلا تربو كبير وتربو صغير الماتور اتخنق يقعد يفصل بينا بسبب الموضوع ده؟ زادت بس ايه اخرها 120، بس الماتور البتاع فتح. بس ما اعرفش برضه، حاسس الحراره عاليه. طب لو قفلت كده الماتور خلينا نشوف. اه والله سامعين. لا لا التربو ده صعب برضه، صعب صعب جدا. يلا 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 يلا، خد كمان، خد اديله، هو ده المطلوب. ايوه لف بقى كمان. يا سلام على اللادة وجمال اللادة. ياهو يا لهوي على الجمدان. في حاجه رهيبه انا عملتها في العربيه، اللي اخد باله منها يعني انت معاك لاخر الفيديو هتاخد بالك منها اكيد، بس هي لسه ما ظهرتش دلوقتي، هتظهر مع الوقت. ممكن وانا عامل كده في الزاويه دي ممكن تاخد بالك منها شويه. ها اخدتوا بالكم من حاجه؟ ها 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 ركزوا شويه، لسه لسه شويه هتاخدوا بالكم منها بعدين. ايوه هو ده المبنى العملاق اللي انا عايزه، متحمس له عشان اطلع فوقه بالمقشه. ويلا ادي تفحيطه الداخليه، وبسم الله الرحمن الرحيم، ادي تفحيط سعودي. يلا وادي اللفه الاولى. يلا طب لف لفه ثانيه، حرام عليك ده انت مش زي الشخص ابدا، ده انت المفروض اكتر عربيه تعرف تفركها، خاصه انت دفع خلفي. هي في الحقيقه يعني ما بقتش دفع خلفي قوي يعني. ها ها يلا يا بطل، يلا يا بطل، يلا. لا 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 الترسه دي كده غلط، كده غلط. ايه بقى يا مقطوره انت دي مزعله عربيتنا؟ بعد اذنك كده ممكن تتعدلي. ايوه خليكي معدوله، افتح الباب بس عشان ما نروحش في داهيه. نركب، ممكن اركب جنبك يا خنفس؟ اه صحيح بالمناسبه احنا سمينا الراجل ده خنفس. خليني بس ازقها كده قدام شويه، وبعد كده الف بسرعه واركب العربيه. حبيت اعرفكم بقى اسماء العائله بتاعتي الكريمه.
اولا ده خنفس اللي هو ماتولو الخنفسه، وعندك دي اسمها توتو، وعندك القرع اللي ورا خلاص سميناه شوكت، واخيرا البص بتاعهم الكبير الاخطبوط حبيبنا مرعي. دول عائلتي يا جماعه واصحابي اللي في السفر. يا ليل ما اطول هذه البنايه، يا نهار ابيض. البنايه دي اول ما شفتها استعجبت منها جدا، بس طبعا في الويكي قالوا فيها حاجه. بصوا انا ملاحظ، انا شايف حاجه كده تحت اقدر ادخلها من جوه. بصوا يا لو تظبط معانا هتبقى 100 100. شدينا الفرامل، ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا مسهل يا حال. ده كلها كتله واحده بس، يا لهوي ده كله. انا على فكره الاحجام الكبيره دي اقسم بالله الواحد بخاف منها بطريقه رهيبه، بس طبعا مليانه ميه ودي حاجه كويسه جدا عشان نملا لنا هنا برميلين ميه او جركنين ميه. دايما بتلخبط وبقول البرميلين. هات لي المقشه بعد اذنك يا بص. ايوه بعد اذنك بعد اذنك، انا عايزها. يا لهوي انا عايز المقشه مش عايز الباقي. تمام كده، وبسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبدا نطلع فوق. هندوس اي. الناس طبعا في كتير منكم سالني ازاي اركب المقشه، هتبص على المقشه وتدوس اي، بعد كده تيجي على حرف المقشه وتدوس اف. تمام، بعد كده ترفع الماوس لفوق ناحيه الشاشه، زقه ناحيه الشاشه سنه بسنه بس لحد ما تلاقي مثلا المقشه وصلت مثلا للارتفاع ده كده كده كويس عليها. اقول لك ارفع تاني ارفع تاني. تمام، طبعا انت شايف نفسك كده انت ثابت ما بتتحركش صح، لازم تلف بكره الماوس ناحيه الشاشه برضو بس وانت جايب من جوه. اهو اهو كل ما تلف كل ما سرعتها تزيد، ولكن خلي بالك سرعتها محدوده. لو لفيت بكره الماوس كتير كتير قوي هتلاقيه فصل منك البتاع وبطل يمشي. ايوه الله اكبر الله اكبر. طب ينفع اعدل نفسي مثلا ولا ايه؟ ما توقعت الصراحه ان المبنى يكون كده من فوق. يا ليل مبنى شكله عملاق قوي من فوق، يا نهار بتحس نفسك كده قاعد في حوض كبير جدا. استنى، توقعت ان هو هيبقى في زرار في اي حاجه من فوق اضغط عليها، لان انا سمعت في الويكي ان في حاجه مهمه في المبنى ده بس انا ما اعرفش ايه هي. وال انت حرفيا هنا ملك العالم ده كله. يا لهوي على الجمدان يا جدعان. العمود الثاني برده ما فيهوش اي حاجه، عندك فيه هنا لونه بحمراء عادي ما فيش اي مشاكل. احنا المفروض احنا جايين من انهي اتجاه؟ انا ناسي صدقوني كده. حاول انط هنا يا رب بس ما اموت. يا رب يا رب. ايوه الحمد لله تمام تمام تمام. طيب بما ان احنا هنا خلينا نشوف كده بالمنظار بتاعنا ايه الدنيا حوالينا. وال انها خضراء جرداء بلا ملح ولا ماء، ايه اللي انا بقوله ده؟ شايفين 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 ده مفيش اي مبنى حوالينا؟ معقوله ده ازاي ده؟ مفيش اي مباني خالص خالص، يا نهار ابيض. طب ايه اللي هناك دي؟ لا يكون ده بيت صغير ولا حاجه، لا دي صخره عاديه. يا نهار لا 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 كنت هقع. يا نهار ابيض يا نهار ابيض لو كنت هقع. ينفع اطلع هنا؟ ينفع ينفع. ايه ايه لا لا اهلا ومرحبا بيكم، اشترك في قناتي. انت يا عم بقى على المرعبه اللي انتوا شفتها من شويه دي اعتبروها ايه؟ يا ليل بقى يا ليل. لا بقى المره دي بقى انت استفزتني. تعالى يا معلم، هو كل واحد يجي يخبطني يدخلني في العمود؟ تعالى يا ابن اللذينة، والله لو معاك بنزين لاخده منك. تعالى تعالى انا اوريك. خلاص طفح الكيل، والله طفح طفح لما قال بس. تعالى مش ده ماتورك؟ ارمي يا عم ماتورك. في زيت؟ والله لاخد منك الزيت، هبهدلك دلوقتي استنى. تعالى يا معلم تعالى كده عشان خلاص طفح الكيل. فرحان بعربيتك انت انت والشرطه، كل شويه واحد يجي يخبطني ويزهقني. تعالى تعالى انت تشتغلون انت الكل ولا ايه؟ كل شويه واحد يجي معرفش يعمل ايه. وادي العداد بتاعك، مش ده العداد انت فرحان بيه؟ اهو ابص راح في اخر الدنيا. عندك ايه تاني جوه؟ خلاص في راديو، وهات لي المرايه دي وهات لي كل حاجه. ده انا هشلوحك. تعالى دي المرايه اللي انت فرحان بيها، خد اهي. تخبطني وتزنقني الزنقه دي؟ تعالى ادي الماتور بتاعك اهو، ادي الماتور قصدي ادي الراديو بتاعك. وريني بقى هتعمل ايه. وهات لي كده الماتور بتاعك، حطه هنا كده دلوقتي. تعالى انا عربيتي اصلا انا عارف هي عايزه شويه ده، عايزه شويتين. تعالى مش شويه يعني بس هاخد منك برضو البتاع ده. تعالى املا فول ها تمام، وانت كمان تعالى. والله انت عربيتك اصلا انا مش فاهم هي ماشيه ازاي، ولكن مش هسيبك مش هسيبك. خلاص معلش خد 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 والله ما هسيبك. خد 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 خد. راح فين راح فين؟ ها الله يا غشيم يا جامد، انت كده جامد يعني كده جامد انت صح. تعالى ها خد، مش هسيبك مش هسيبك. ايه ده فين الماتور بتاعك؟ ده ما بتفكش يا جدعان، ده العربية دي حاجاتها ما بتتفكش، لا وبتتعدل كمان بسم الله ما شاء الله عليك. تعال تعال يابا تعال. الله وانت كمان تخبطني؟ خلاص روح روح هسيبك المرة دي. طبعا الراجل ده حزين عربيته حزينة فمش هنستفيد منه بأي حاجة. خلينا أقدم بس عربية السنة كده قدام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه أقدمها بس. أيوه قدم 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 بس عشان مش كل حد يجي يخبط فينا ويعملوا لنا هنا زحمة. ماشي يا باشا روح، أنا عارف أنت عربيتك حزينة بس روح يعني روح. يلا روح توكل على الله، ما توقفليش بقى كده. أنت عايز تمشي أنهي ناحية بالظبط؟ وضح لي بس. تعالى يلا ها
يلا توكل على الله ربنا معاك. اوه كان القنفذه دي كان ممكن تموتني. هو ليه ماشي على شماله؟ مش المفروض يمشي على يمينه؟ هما الناس ليه ماشي خلف تعرف؟ ايه ده يا ابني؟ اه مسك يمينه اهو. طب تمام ايوه كفو. خد يا ابو الجولف. عارف كل واحد كل شويه واحد يجي يشوطنا. خلينا اقفل كده بس عشان البنزين اللي عندنا. ايوه كده اقفل الغطا. طب كده ناقصنا ايه بقى؟ كده بنزين فول. اه كده احنا عايزين برضو شويه ميه. فانت اكيد الكولينج بتاعك. ايوه ده اللي انا عايز اجيب الكولينج ده. ده هتلاقي الدنيا ما بتسخنش معاه والدنيا حلوه. خلينا اشوف معاه 10 لتر ووتر. ابن اللذينه حلوين. يعوضينا يعوضينا يعوضونا يعوضونا. بسم الله الرحمن الرحيم. املى كده. اوه ده معاك كحول. ايه الكحول ده؟ اه اتاري في حد بالتعليقات المره اللي فاتت قال لي يا عم ميدو انت ليه حاطط كحول في البتاع. انا ما خدتش بالي من حكايه الكحول دي. ولكن الكحول عادي يتحط على فكره، ما فيهوش اي مشاكل خالص. الكحول يعتبر برضو بديل للميه. يعني انت مثلا لو ما عندكش ميه عادي حط كحول في الريديتر عادي، يعني ما فيش اي مشاكل. خلينا املى كده فول. ممكن يكون ده السبب اللي بيخلي العربيه تسخن واحنا ماشيين. اه والله ممكن، ليه لا. اه تصدق ممكن. عاش عليك يا قلبي عاش والله. شفتوا بقى تعليقاتكم جميله ازاي بتفيدني. استنى بس استنى بس عليا، اهدى عليا بس شويه، انا هوريك. ادي الووتر، افتح كده يا ابني. خد بقى شويه الووتر دول خليهم معاك كده. املى 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 يا عم. احنا داخلين في على داخلين في ماب التلج دلوقتي وربنا يستر علينا. بما انكم شاف التحدي على القناه الثانيه لعم ميدو شورتس وشاف الباص يعني، فبقول يا عم ميدو ما انت تقدر تنزل الباص بسهوله اهو، ما تنزله وتريح نفسك وخلاص. لا يا حبي، الجيم بلاي يا قلبي غير التحديات اللي احنا بنعملها. ما ينفعش ان انا اعمل كده في جيم بلاي، لان انا لو عملت كده في جيم بلاي انا كده بقتل متعه اللعبه حرفيا، وبالتالي هتلاقيني زهقت بسرعه من اللعبه. فما ينفعش ان انا مثلا اكون مستمتع بلعبه معينه واجي اعمل فيها الحركه دي غلط. والله والله ما انا سايبك عشان تخبطني الخبطه الوحشه دي تاني. خرطوم البنزين فين يا جدعان؟ احنا كنا حاطين خرطوم هنا. لا مش عايز الخرطوم اللي جوه الطابلوه، انا عايز اللي هنا. خلاص هات لي الخرطوم اللي جوه الطابلوه. معلش بس يا اسمك انت والله نسيت اسمه، شوكت. معلش بس اخد الخرطوم ده بس هملى البنزين وجاي لك. ماشي ثواني يا شوكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الواد بيخبطني وهسكت له. قمت مديله. املى يا عم املى يابا. بص وادي قطع غيارك اهي، يبقى انسى انزل بقى خلي حد بقى ايه يركبها لك. روح كده لميكانيكي خليه يركب لك قطع غيارك. تعال اهو تعال اهو وريني بقى هتعمل ايه. وادي الاسطوانه بتاعتك اهي، روحي في اخر الدنيا بقى. طيب اوه 20 لتر ولسه فيه. اقفل كده الاول عدله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت املى. اه مش هيرضى يملى، لازم نحط له كاوتش. على فكره هحط لك الكاوتش ده مش تواضع مني ولا حاجه، بس عشان عايز اخد منك البنزين بس. يلا ها بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده ملى اهو. ايه ده 2 لتر بس؟ ايه ده؟ اوه وقع على الارض. لا 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 هيعمل جيتش هيعمل جيتش هيعمل جيتش. انا مش فاهم. ايوه اديله يابا اديله تفحيط يابا. شكرا شكرا. بس اهدي بقى شويه اهدي شويه اهدي شويه. يعني سبب الدخانه دي اللي احنا اكتشفناه ان هو بسبب الكحول. انا اللي حرق دمي بعد ما انا مليت الزيت والميه مت. يا نهار ابيض، انا مش فاهم ليه بيحصل معايا كده. في ايه بالظبط؟ اللعبه دي شرب حشيش ولا انا اللي فيها حاجه غلط النهارده ولا ايه؟ افتح 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 خلي البتاع يتهوى. وانت عايزنك تعالى اركب هنا وهات لي التربو الصغير ده ثاني. شوفوا كم مره فكينا التربو الصغير ده. يا ليله الليل يا مليل، ليل علينا ولا تليل. ايه ده معقوله الحاجات جوه البتاع دي بتثبت؟ الحاجات جوه العربيه بتثبت من هنا؟ يعني اقدر احط هنا كمان حاجات؟ يا راجل يا راجل. نحط ده هنا، خلينا نحط التربو الكبير عشان يبقى بس احنا عايزين ننزل التربو ده تحت شويه، يعني ايه عشان بس ما يبقاش باين كده. وانتوا فاهمين انتوا الموضوع ها؟ ايوه خليك كده كويس عشان بس ما يبقاش باين من تحت الغطا. وانت خلاص يا عم الحاج تعالى ابسط، هنثبتك هنا وخلاص. ايوه خليك هنا كده يا اسطى. ايوه لا 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 جوه بعد اذنك جوه، يعني عشان احنا برضو يا لا حول ولا قوه الا بالله. جوه يا حبيبي جوه. ايوه خليك كده بس تمام. افتح الغطا خلي العربيه تهوي. خلينا ندخل نشوف ما هذا المبنى. هو ليه المبنى عالي كده؟ هو في حاجات غلط في الريسبون ولا ايه؟ لا لا هو بس المبنى ده انا حاسه عالي. وليه كل حاجه عاليه كده يا شباب؟ مش عارف والله بصراحه. الله لقينا خرطوم بنزين. الحلقه اللي فاتت في حد فيكم اقترح اقتراح، قال يا عم ميدو لون العربيه كويس ولكن حاول ان انت تلون مثلا البيبان، تكمل الالوان بتاعتها. الكبوت ده تخليه لونه اسود كده وخلاص، وهيبقى العربيه شكلها جميل جدا. طبعا ده كذا تعليق، يعني انا جمعت لكم كل التعليقات في مره واحده. صراحه فكرتك حلوه خاصه. ايوه هات لي الكشافات دي. خش عليا الله اكبر. بص بص شايفين البتاع الصغير ده.
كم لتر ده؟ ياخد صغنطوط باخد 12 ونص لتر. الله 12 ونص لتر، طب كويسين والله. ده نحط فيه زيت ده واحنا مطمنين عليه. ندخل هنا نشوف. الله طلق شوت جان، نايس، جميل 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 جدا. كنت مفكره في الاول سي 4. طلق 5. بالمناسبه صحيح، في حد قال لي، انا مش فاكر قلت لكم كده في اول الحلقه ولا لا، انا عايز اعرف ازاي اعمر السلاح، لانه فعلا ما بعرفش اعمر السلاح. هقول لك ازاي تقدر تعمره دلوقتي. انا بحاول بقدر الامكان ان انا استغل البيئه الخضراء اللي هنا، بما ان الوحوش هنا ما بتقدرش تهجم عليا ولا تموتني. حتى اللي اكتشفته برده مؤخرا ان الوحش الفضائي ما يقدرش يعمل لي اي حاجه، ما عادش دي عندكم ولا عندي انا بس. ولكن يا لهوي، افتكرتني موت، اقسم بالله والله العظيم يا لهوي يا دي الليله. في حاجه غلط، انا مش فاهم في ايه. طب ممكن يكون مش طالع فوق، مش عايز اطلع فوق، مش طالع. خلاص خلاص خلاص، انا اسف جدا جدا. ولا تزعل نفسك ولا طالع لك اساسا، انا مش محتاج اي حاجه. انت ضحكت عليا انت والعواميد الثانيه، خاصه الراجل اللي كان قاعد تحت اللي انا وقعت من فوق مت ده. قلت لي ان في على ظهركم حاجه، بس طلعت فوق ما لقيتش اي حاجه. بس بصراحه كان المنظر من فوق ممتع جدا 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 جدا. ايوه طب انا هحط البتاع ده فين؟ المشكله ده صغنون صغنون، حلوه المشكله ده صغير قوي مش عارف صراحه احطه فين ده. طب بقول لك يا اسطى، حط هنا، بس انا مش عايزك تاخد مساحه. ايوه خليك كده في الجنب. ايوه هات لي الطلقه دي برده، خليها هنا. هات لي الكشاف ده برده، تحس ان انت ايه جايب الوان هنا مش كشافات. في مكان ولا خلاص كده؟ المفروض يبقى في مكان احط فيه البتاع. في مكان، بس العلبه الخضراء دي داخله على الموضوع كله. فبعد اذنك انزلي دلوقتي، بس لازم احط رصه الكشافات ده عشان يبقى شكلهم حلو كده، لان دول اصلا هنحتاجهم في البص عندنا. ايوه يا سلام عليك يا عم ميدو. نبدا نحط السبت ده هنا. طبعا السبت ده فيه عدادات مهوله جدا وحاجات رهيبه جدا. ماشي خليه يثبت كده. كده شكله كويس. بمناسبه اللي قال لي انا مش عارف ازاي اعمر السلاح او استعمله كده، عينيا يا قلبي عشان برده ما انساش يا شباب. طبعا زي ما انتم شايفين السلاح ده ناقص طلقه اهو، زي ما انتم شايفين. طب ازاي اعمرها؟ ازاي انا طلعت اصلا البكره دي؟ كل اللي انا بعمله بدوس حرف الار وبروح جايب بالماوس على الشمال او ناحيه الكيبورد كده طلع، واللي عايز ادخله تاني بروح جايبه على اليمين لحد ما اسمع صوت التكه دي. سامع التكه دي؟ لازم التكه دي. طب ازاي بعمر السلاح؟ بروح باصص على اللوت او الذخيره، او لو كنت شايلها في الشنطه معايا، وبدوس ار اهو كده. الطلقه ركبت، تقدر تعمر. لازم تسمع صوت التكه دي، سامعها؟ لما سمعت صوت التكه دي هتيجي تضرب؟ مفيش. طب بص على النشال برده، هتلاقي كده غامق، لما تيجي تعمر هتلاقيه كده لونه ايه؟ نور. فهي دي برده، خلي بالك من الملاحظ دي، واي خدمه يا قلب. وكذلك الامر في الاي كي والكلام ده كله، بس الاي كي مش محتاج يعني. انت بس كل اللي هتعمله في الاي كي ان انت هتدوس ار وخلاص. اما بالنسبه للبندقيه الرش اللي هي بندقيه الصيد، هتعمل نفس الحركه بس هتودي الماوس لفوق. طيب دلوقتي خلينا نرص الذخيره دي هنا. ماشي خليها تتحط تحت هنا جنب. ماشي ماشي مفيش اي مشاكل. الشوت جان برده ده خليه ورا هنا برده كده. ايوه خليكم كده مرصوصين، شكلكم جميل جدا ما شاء الله عليكم يا ابطال. طيب نبدا نجيب الخرطوم ده ناخده معانا. طبعا تسلم للقال لمه كده، والله العظيم انت بطل واسد وتنين وكل حاجه، تسلم يا قلب الله يسعدك. ونبدا نحطه هنا. ايوه بالشكل ده. الردي ده يا جماعه من احلى الرداوي اللي ممكن تشوفها في حياتك صراحة يعني. نصيحة مني ليك، جيبه، لان في محطات كتير وحاجات حلوة قوي. دلوقتي محتاجين نغير الكولنج ده. الكولنج ده حزين على عينه. احنا اصلا دخلنا في المكان اللي تحت ده، متهيألي لا ما دخلناش. الكولنج ده حزين على عينه ومحتاجين نحط فيه مية، لان هو فيه كحول، فلازم نفضي الكحول منه. طب ازاي نفضي؟ هنفتح الفتحة اللي تحت دي. ممكن بعد اذنك؟ لا لا مش عايز اشرب، انا عايز افضي بس يا حبيبي، انا عايز افضي. طب خلاص خلاص خلاص، نلفه عكس كده وخلاص. خليه كب اللي فيك. خلينا نشوف هنا اللي فيه ايه. في هنا لون، بس ايه اللون ده؟ لون احمر. ايه اللون؟ انا ما اعرفش بصراحه ليه ما بلاقيش الالوان اللي انا عايزها. خلاص خلينا نرصه هنا مع اخواته، وفي الاخر ان شاء الله هنشوف النتيجه. معانا كميه الوان هنا مش طبيعيه. بالنسبه للناس اللي بتقول لي على موضوع ان احنا نحط السفنجه وهي بايظه في الجردل وكده، انا عايز اجربها دلوقتي بالمره، بما ان احنا معانا هنا ميه. بالمره خلينا نملى الميه اللي هنا. طب بص افتح كده باذنك. 50 لتر، طب والله كويسين يعني، بس مش عارف صراحه. املى كده الكولينج بتاعنا. ايوه بس كده، اقفل الغطا بتاعه. لا اقفل بس اول حاجه الحنفيه عشان الاسراف في الماء حرام. ايوه كده، اعتقد بقى كده العربيه مش هتدخل معانا ان شاء الله. خلونا نشوف معانا كام ووتر هنا. ادي هنا في 7.5 لتر. على اطلع، والله لا تطلع، هتتملي وترجع يعني عشان الكاوتش يعني. ادي كاوتش البسط، خليه هنا. تعالى يا حبيبي. ايوه اطلع كده، خليك محترم، ادخل من الشباك ده، هجيلك دلوقتي. ها وعايزين كمان واحد تاني ده. ده احنا معانا ووتر فول هنا. معانا كام واحد؟ مش كتير يعني، مفيش يعني. بصوا املى واحد وخلاص، بس عشان الشتاء برده، انا خايف برده من الشتاء والكلام ده كله. اقول لك على حاجه ثانيه، هات لي برده الجردل ده عشان لازم اجرب السفنجه دي وانا جوه. ما انا مش هسكت الا لما اشوف فعلا هل السفنجة بتتنظف ولا لا، ولا ده كلام على الفاضي. ان شاء الله تطلع تتنظف. يا سلام، افتح كده، افتح المية حبيبي. لازم تتحشر وسطهم كده غلط. لا لازم تتحشر يا قلب. لا يا حبيبي لازم تتحشر، هتتحشر غصب عنك. شايفين مش عايز تتحشر ازاي الولا؟ طب خلاص خلينا اطلع ده ونحط ده هنا، وبعد كده نجيب ده ندخله هنا. ايوه انزل يا كبير، يا سلام عليك. ايوه كده انا احبك. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ليل، الله البيت اللي انا بعشقه. في مخزن هناك كمان. الله بدات تندع يا شباب، بدات تندع يا مساء الحال.
بقالي مسافة كبيرة قوي ماشي والله. دقينا الماتور ده. يعني دلوقتي يا شباب استعدوا لكمية تفحيطات رهيبة جدا هتحصل للأيام اللي جاية كلها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا ماتور الجولف انت على عيننا وعلى راسنا، ولكن احنا لقينا الماتور القوي بتاعنا. هو هيزهقنا من كتر السرعة، ولكن خلاص انا ما بقتش محتاجك بصراحة يعني، وانت الصراحة يعني مقصر معانا شوية في السرعة، ويعني انت فاهم انت الحوار ازاي يعني. هتتخلى علي يا عم ميدو؟ يا قلبي مش هتخلى عنك، هرميك ورا بس. خلاص يا عم بالراحة ما تزقش بقى، ده يعني هيمسك فينا ده ولا. الله، لقينا غطا تاني ولقينا كمان كشاف. انا بصراحة حاسس ان انا مكتفي كده بالكشافات، يعني مش هحتاج الكشافات دي في حاجة، خلاص كده مية مية. ولكن الغطا ده فاكرينه يا الله، ده صغنطوط قوي. اقعد ياد هنا يا. بما ان احنا واقفين خليني احاول انظف الرفرف التاني ده. ايوه هو بينضف بينضف بينضف، خلينا ننضفه كده. انا كنت الاول مفكر لوح الخشب ده ترابيزه، يعني هم حاطينها كده شكله ترابيزه. اتضح بعد كده ان هي اصلا مش ترابيزه، هي اصلا بتاعه العربيه النقل. طب ما تدخل تحت شويه، ايه رايك انت واخوك؟ ايوه انزل تحت شويه عشان بس ايه ما تعكسوناش كده واحنا ماشيين. الله يرضى عليكم انتوا الاثنين. لف 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 بس كده. والجردل ده حجمه كبير ولا انا متهيالي يا شباب؟ والله حجمه كبير، تحسه مش فاهم في ايه بالظبط. ايوه هات لي بقى القفاص دي بعد اذنك. بعد اذنك يا عم الطارة انت، بس احنا عايزين بس القفاص دي. هو الموضوع رهيب، بس هو ليه الكشاف قفل مع ان انا مجرب ورا الكواليس ما قفلش او ما ضلمش؟ يا لهو على الكسفه اللي انت فيها يا عم ميدو. لا ده انت واخد كسفه ناريه يا عم ميدو. ايه ده، هو الدرج اللي هنا راح فين؟ ليه وقع؟ ايه ده، في ايه؟ استنوا استنوا، احنا معقوله الحادثه اللي احنا خبطناها في العمود دي طيارات الكاوتش؟ بس بصراحة الشكل منظم وشكله جامد يعني بصراحة. بس هو ليه حصل كده يعني؟ ليه البتاع وقعت؟ غريبة مش كده؟ طب أنا مثلا لو نورت الكشاف هينور؟ لا والله. طب خلاص خلينا أعمل نفس الحركة، بس هي الحركة التانية اللي انتوا هتعملوها هتبقى أحسن من دي بكتير. تحطوا الكشاف على شبكة العربية. أيوة تحطوا البتاع على شبكة العربية هيبقى أحسن بكتير، لان الحركه دي انا بعملها بستسهلها يعني مش اكتر. زي ما انتم شايفين اهو منور عادي شبك، بس انا متاكد ان هو اصلا ما كانش مضلم معايا يعني. انا عملت ورا الكواليس كان شغال عادي كويس ما فيهوش اي مشاكل. وبعدين بقى في الحيره دي بقى، انت كده حيرتني معاك يا زلمه يا زلمه، حيرتني معاك. ها طب انت كده حيرتني معاك. طيب اقول لك موضوع الكشاف ده، اقول لك سيبه دلوقتي بعدين. خليني احط القفص ده فين؟ احطه هنا مثلا. شفتوا بيزعل زي البص بالظبط. طيب عادي ما علينا، ممكن مثلا نركب ده هنا. ايوه بعد اذنك اركب. خليك كده جي. ايوه خليهم ثابتين هنا احسن. طبعا القفص هنحتاجها كتير قدام طبعا، والقفص التاني. بس خليني اقفل الباب ده بعد اذنك. ممكن نقفل الباب ده خلاص، احنا اصلا مش محتاجين اي حاجه من المخزن جوه. وانت ايوه خليك هنا. طيب خليني بس احط الكاوتش ده الاول بالشكل ده. ايوه خليك محطوط هنا كويس. انا شايف برضه رصه الكاوتش دي كويسه، ولكن مشكله الكاوتشات فوق بعض ما بتثبتش. والماتور ده لو ينفع يتثبت هنا يبقى 100 100. خليني بقى ايه احاول اسند كده معاه، مش هينفع برضو. خليني الون الكبوت ده لون اسود زي ما انت طلبت يا حبي. ده لعيونك بس. ها ده 100 100 بقى الكبوت كده لونه اسود. والله العربيه اللي دي لو بقت سود هتبقى جامده. استنوا استنوا استنوا، ندي الببان كمان لونها اسود. لا لا ده لون، ده مش اسود ده يا معلم، ده اخضر. ده ما اعرفش ايه اللون ده، انا مش عايزه اساسا. يلا يا عم روح من هنا. لون 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 لون. ايوه ادي له كده اسود. ايوه تمام. واللون الثاني ايوه شايفين الجناب برضو. يعني كده تقريبا يعني يعتبر كده العربيه تحسها مقبوله شويه، بس اللون الاسود والله سحبني يعني عجبني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدا نتحرك. بسم الله بسم الله. هلا والله رجل المهام الصعبه، العب. بسم الله. شد يا كبير شد يا كبير، روح يا كبير. مش قادره تشد. ايوه اديله اللفه دي. ياه فين اللف ده من زمان. عنيف عنيف الماتور، تحس ان البوست ده يعني مش عارف اعمل له ايه والله. بصوا مش قادر يشد، يمكن عشان كاوتشات اللادة صغيره. نشوف كاوتشات اكبر شويه، بس المشكله الكاوتشات الاكبر هتقلب العربيه. خلينا نشد شويه كده نشوف. افصل افصل افصل. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. يلا
يلا يلا تفحيط يا شباب، تفحيط لعيون الشباب. الله اكبر. يلا يا ليه لا ده كل اللي بتحبه ان هي تقعد تلف حوالين نفسها؟ انا مش فاهم بصراحه ايه السر. قال لي يا عم ميدو انت تقدر ان انت تثبت المقطوره خلاش تحود يمين ولا شمال عن طريق الحديد، هتطلع حديدتين او ثلاثه عند كشاف اللاده وتخليهم يشبكوا هنا، يعني واحده هنا واحده هنا. هتيجي تبص هتلاحظ ان المقطوره لو جت تحود يمين هتروح خبطه في الكشاف او كده، فمش هتقدر تحود. حبيب قلبي يا برو، تسلم يا اسطى. حبيبي حبيبي، روح بقى يا عم، تقرفناش بقى يا عم، روح روح يا عم، ما تزهقناش بقى، العب على الفرق. بفكر ان انا اعمل ايه بقى، هحط هنا الحديد اثبته هنا. ايوه لم نفسك كمان شويه، ايوه تبقى كده تمام. لا لا انا حاسس ان دي مفروده شويه عن كده، فتقدري بعد اذنك تيجي ايوه كده وتقدري تثبتي، ايوه تمام كده. والناحيه الثانيه برضو نفس الكلام، خش لجوه كده ايوه وتقدري تثبتي، ايوه يا سلام عليك يا عم ميدو. طيب دلوقتي خلينا نجرب كده نمشي نشوف هل هتقعد تلف كده وتغرور ولا لا. خلينا نشوف، هي المفروض دلوقتي لو فكرت تحود يمين او شمال هتقعد تخبط بقى فين ورا، فمش هتقعد تزهقنا بقى في التمويج. ايه ده انا حاسس ان في حد بيسابقني. ايه ليه وي اللي وقع بقى من العربيه؟ مفيش اي حاجه وقعت. طب الحمد لله. بصوا يا شباب المفروض كده ثابته اهي. طب لو جيت اموج؟ ايوه ثابته اهي، بصوا تقعد تخبط بس في العربيه بتبوظ توجهها، نفس فكره الاتوبيس ابو دورين. ودي تفحيطه جامده، الله اكبر على التفحيط، خش على التفحيط يا رايق. ايوه هو ده اللي احنا عايزينه، يا سلام. في ناس جديده معانا على القناه منورين والله العظيم، شايفين الاتوبيسات دي كل ما يشوفوها يقول لي يا عم ميدو على فكره في باص زهر قدامك ليه ما اخدتوش؟ لازم تكونوا عارفين يا شباب ان الباص ده اصلا يعني بوت، بتاع بوت، يعني انا اصلا حتى لو عرفت اخده منه اعمل سيف جيم وادخل تاني مش هلاقي الباص موجود. نفس الفكره بتاعته في الماتور بتاعه والكاوتشات بتوعه. بس ابو دور ده يا شباب، اه ده الباص اخيرا، معقوله يا ده ابو دورين؟ والله فرحت قوي، افتكرت الباص ابو دور، يا ربي قلت اخيرا هيوفر علينا كتير بدل ما احنا نقعد نلم اللود بتاعه، بس كله مصدي ما فيهوش ولا قطعه سليمه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا ابص عليه كده من جوه، ابص عليه من جوه ليه؟ ما الغطا بتاعه هنا، خلينا نبص بس هنا. اه والله يا نهار ابيض على الكولنج بتاعه، وال بس الماتور بتاعه كويس، بس حجم الماتور ده كبير جدا، هنشيله ازاي ده؟ يا نهار ابيض يا عالباص يا جدعان، استعدت الذكريات الجميله. طبعا بما ان مفيش وقت، شلح شلح شلح، ايوه ارمي هناك وهدي كمان، يبقى ننضفهم طبعا ان شاء الله ورا الكواليس. بس الكولنج ده مش نافع والله، يا افتكرت حتى الكولنج هيبقى جديد، ده طلع كله مصدع على بعضه. بتشبهها الصفحه دي ولا لا؟ ها؟ العم ميدو جيمر، يا سلام. مكتوب ايه؟ تظبيط اللاده والمقطوره. الفيديو ده جاب 10000 دلوقتي، اوه عدى ده خلاص. ده شايفين شايفين ده الفيديو اللي هو اللي جاب اللهم صل على النبي 8000 لايك. عجبتني بصراحه شكل اللوحه، شكلها جامد، يا ريت الاتوبيس ابو دور، والله كنت هاخده عشان اللوحه دي بس. شعور رهيب لما تشوف قناتك كده موجوده في لعبه. اثبت بقى اثبت، ايوه كده ثبت تمام كده زي الفل. حط الجردل ده هنا، المفروض كده ثبت صح؟ اه كده ثبت اعتقد كده كله تمام. امشي انت بس، روح انت هنا، ايوه نبدا نجرب كده نشوف العربيه. يلا وحيت امك عشان بس اللاج ده، و اوف. طب دي ليه كاوتشات وقعت؟ يا نهار ابيض مطلع دم وحالته بالبلى، ماليش دعوه بيك يا عم، انا شايل حمل. وال ده الوحش عاوز يجري، عاوز يجري بس مش قادر. ماشيه كويس والله، ما فيهاش اي مشاكل من جوه. طيب التأثير، العب وبتشد كمان، بصوا العداد بيزيد. هي السواقه حلوه بس بدأت احس ان هي صعبه. بصوا بقى الكاوتشات بتاعت المقطوره بتعمل ازاي. اه كاوتشات المقطوره برضو بدأت تتأذى اهي. انا حاسس خلاص ان احنا قربنا ندخل على البيئه اللي هي الثلجيه، يا رب الاقي الاتوبيس قبلها، لان احنا لو ما لقيناش الاتوبيس فعلا ممكن يحصل لنا حاجات كتير، لان البيئه الثانيه هيبقى فيها رجل ثلج بيجري وراك، هيبقى فيها معرفش هيبقى فيها الارنب ولا لا، وهيبقى فيها كمان زومبي، هتبقى مليانه مليانه يعني، يعني حرفيا العربيه دي مش هتنفعنا في حاجه، مع ان هي عربيه شكلها شيك كده وفخمه زي ما انتم شايفين ماشيين هادين ودنيتنا حلوه ازاي، عاجبني يعني المشي بتاعها، ولكن لازم بقدر الامكان ان احنا نلاقي الموضوع ده. ايه 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 في ايه في ايه؟ لا مش عايز انا الحلقه بالاسلوب ده. خلاص دي محطتنا الاخيره. وات ذا فاك ذيس مان، وات ذيس مان، وات.
Hello everyone, my name's Mido. اشترك في قناتي انت يا عم. ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.